خل بالنسبة للطفل بالقاضي عبد الرحمن تبارك. مرحبا بك. مرحبا بك. واش رايك؟ لاباس. مرحبا بك معنا سي بقاضي. مرحبا بك. تفضل. حياك. مرحبا. عندنا الشرف لينا أننا استضفناك معنا في مؤسسة الدرك الوطني كاملة. وراح تتعرف على بعض المهام اليومية تاع الدرك الوطني إن شاء الله. وفي الأخير نتمنوا لك إقامة طيبة معنا إن شاء الله. مرحبا بكم. هاي شكرا ربي يحفظكم ان شاء الله. بارك الله فيك. مرحبا بك معنا سي القاضي عبد الرحمن. ان شاء الله تفوت معنا اوقات ممتعه تعرف فيها على مهام الدرك الوطني، وراح تكون ما تكون ليك خرجه معنا ان شاء الله ننفذوا بها بعض المهام. ومره اخرى نقول لك مرحبا بك واقامه طيبه ان شاء الله. وفي اي مره تحب تقمص ولا تلبس لبسه الدرك الوطني مرحبا بك في اي وقت. الرقيب الأول راك مكلف هذا اليوم بقائد خدمة مأمورة في شرطة المرور بالتاريخ الوطني رقم 81، جهز العربات والأفراد وتنقل لهذا المكان. هكذا كان استقبال الطفل عبد الرحمن من طرف قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بسوق قهرة، حيث قدمت له التعليمات لخرجة ميدانية كقائد فرقة إقليمية. الحلم أصبح حقيقة وواقع ملموس، وحقق عبد الرحمن حلمه ليكون دركيا يوم واحد، حيث باشر مهام كقائد فرقة ليتسنى له الإحساس بأنه دركي في مهام حقيقية. يعني نشكر الدرك على المبادرة هذه، شكره والله مبادرة مليحة، وربي يبارك فيكم وربي يهنيكم إن شاء الله. تثمينا للعمل الإنساني وتلبية لرغبة الشاب بالقاضي عبد الرحمن من ذوي الهمم من خلال تقديم طلب كتابي لقيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسوق أهراس للسماح له بقضاء يوم عمل بالمجموعة بالمجموعة، استجابت القيادة لطلب المعني حيث تم استقباله من طرف قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بسدراتا ليتم تنظيم خرجة ميدانية والمشاركة مع تشكيلات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسوق أهراس في مختلف المهام، منها القيام بحملة تحسيسية لمستعملي الطريق، ليكون بذلك الشاب القاضي عبد الرحمن قد حقق حلمه وشارك في المهام الموكلة للدرك الوطني وانضم إلى صفوفنا ولو ليوم واحد. السلام عليكم. مراقب العام جغرورة الحليم، مراقب العام المركز النفسي بلدة غرجس دراطا، في إطار الاحتفال باليوم العالمي ذوي الاحتياجات الخاصة 3 ديسمبر، وبمبادرة من المنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة بالتنسيق مع الدرك الوطني في سوق أهراس، قمنا بتلبية رغبة الطفل القاضي عبد الرحمن في أن يصبح ليوم واحد دركي، وقد قام بخرجة ميدانية كرجل دركي في الطريق مستوى الطريق الوطني. ونشكر الدرك الوطني ولاية سوق أهراس على هذه المبادرة الطيبة التي أتت في وقتها لتحقيق هذا الحلم للطفل إن شاء الله.